بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغالي، وان شاء الله احنا في فيديو جديد هنكمل فيه البلاي ليست الخاصه بالطاقه الشمسيه. احنا اتكلمنا طبعا في البلاي ليست على الانترودكشن، واتكلمنا على السيميليشن، واستفدنا في الموضوع ده الصراحه استفاضه، يعني اللي عاوز يفهم الموضوع كسيميليشن وكفكره عمل والكلام ده كله احنا اتكلمنا عن ده باستفاضة، وكان لابد ان احنا نبدأ نتطرق لشوية الجانب العملي. يعني انا لو عاوز ابني سيستم طاقة شمسية من ناحية الجانب العملي، ايه الحاجات اللي انا لازم ابقى عارفها، وايه الاسعار بتاعت الحاجات دي، وازاي ممكن اجيبها. خلاص، فمن هنا هنبدأ نكمل فيديوهين ثلاثة نتكلم فيهم شوية عن الجانب العملي، ولو اتيح بالنسبة لنا فرصة ان يكون في فعلا كونكشن عملي وبريدنجز عملي هنرفقها في البلاي ليست، بحيث نبقى اتكلمنا برضو على الجزئية النظري وارفقنا بقدر الامكان الجزئية العملي. كمان من ضمن الخطة اللي ان شاء الله نشتغل عليها الفترة الجاية برضو موضوع الويند تيربن، في فرصة ان احنا نبدأ برضو في بلاي ليست خاصة بالويند تيربن، ونشوف برضو انترو عن الويند تيربن، وبعد كده شوية سيميليشن، وبرضو نشوف لو في جزء عملي ازاي ممكن نعمل الكلام ده. كلام مهم طبعا اللي احنا بنتكلم فيه، لان موضوع الطاقه المتجدده دلوقتي بقى موضوع فعلا ارجنت، وكل العالم حاليا بيحاول يحول كل طرق التوليد من كونفنشال لرينوبل انرجي ريسورسز. خلاص، طيب اللي انا هقوله دلوقتي احنا ممكن نكون قلناه، بس لابد منه عشان نبدا نخش على الجزئيه المهمه جدا. احنا قلنا ان البي في طبعا عباره عن نوعين، في سولر وفي فوتوفولتيك، وقلنا في فرق جوهري رهيب ما بينهم، لان الفوتوفولتيك انا بستفيد من الضوء فقط وليس الحراره، لان الحراره في حاله الاستفاده من الضوء هي عامل سلبي وليس ايجابي. على المقابل في السولر ثيرمال، وده انا بستفيد منه بدرجه الحراره. طب واحد هيقول لي طب انا الضوء بيجي لي بحراره، لا اقول لك المفروض ان التوزيع الجغرافي اللي موجود على جمهورية مصر العربية بيبدأ يقول لك فين الهوت بوينت اللي ممكن من خلالها هنا درجة الحرارة شديدة جدا. في ضوء، بس درجة الحرارة هنا شديدة جدا، فصعب ان انت تحط خلايا شمسية، لكن ممكن تحط خلايا او انظم طاقة تستفيد هنا منها بدرجة الحرارة. خلاص، يبقى عملية وجود الضوء من وجود الحرارة مرتبطة بالتوزيع الجغرافي، ووجود طبعا الشمس فين متعامده في انهي حته ودرجه الحراره فين والكلام ده كله. بعد كده احنا قلنا في البلاي ليست الخاصه بالطاقه الشمسيه ان احنا هنبدا نكونسنتريت على الفوتوفولتيك، ان انا احول الفوتون لفولت، وده كان البدايه بتاعت البلاي ليست اللي احنا اتكلمنا عليه. وقلنا ان احنا عندنا نوعين من السيستمز، في الاوف جريد، وتسمى اوف جريد لان انت مش عامل انتجريشن مع الشبكه، انت عامل سيستم طاقه شمسيه منفصل عن الشبكه. وطبعا في ابلكيشن كتيره جدا في الفيديو طبعا اللي احنا اتكلمنا فيه عن الابلكيشن، اللي واضح ان فعلا في فرق ما بين ان انا اوصل بالشبكه او ان افصل على الشبكه. مثال على كده مثلا عندك الاراضي الزراعيه اللي مثلا لابد ان انت تديها ميه وكده، فبتزرع ترومبة مية فمحتاجة خلية شمسية، فده انت اوف جريد في حتة ليس لها اي علاقة بالشبكة. عندك التليكومنيكيشن برضو، شركات الاتصالات اللي عاوزة تمد مثلا خطوط اتصالات في اماكن نائية، هو مش مربوط بالشبكة، فموضوع الاوف جريد موضوع منتشر جدا جدا جدا. الحاجة التانية اللي هي الجريد تاي، ودي اللي احنا مش هنتكلم عليها دلوقتي من الناحية العملية، لان الجريد تاي يعتبر هو دلوقتي موضوع السمارت جريد عموما، ان كل بيت بيبقى عليه نظام طاقة شمسية، وبيبقى هو وحدة في حالة ان الشبكة ضعفت او محتاجة باك اب، كل البيوت دي تبدأ تغذي الشبكة، وبيحصل في الاخر عملية نت باور، ان انت بتشوف عدد الشبكة كام واخدت من الشبكة كام، وبتدفع الفرق ما بين اللي انت بعته واخدته. خلاص، فموضوع السمارت جريد والحديث عن الجزئيه دي ممكن نخلي لها فيديوهين ثلاثه قدام نبدا نتكلم عليهم. خلاص، طيب في الاوف جريد لو جينا بصينا للسيستم بتاعنا هتلاقي ان السيستم بتاعنا بيتكون
من فور كومبوننت فعليين: لوح الطاقة الشمسية، وبعد كده عندي طاقة شمسية فعاوز أخزنها، فالخارج بتاع الطاقة الشمسية هو دي سي، فمحتاج بطارية دي سي تبدأ تخزن بيها، تاخد الطاقة اللي طالعة من الشمسية توديها. طيب مين اللي هينظمني الشحن والتفريغ؟ فأنا محتاج كومبوننت تالت اللي هو التشارج كنترولر. يبقى أنا محتاج خلية، منظم شحن، بطارية. كده المنظومة لحد دلوقتي دي سي باور، يعني أنا كده لسه ما خدتش اي سي باور. وطبعا لو بنتكلم الفرق ما بين الدي سي والاي سي، فتخصص كهرباء فأكيد الناس فاهمة الفرق ما بينهم. الدي سي هو الكهرباء الغير متغيرة الثابتة، ومثال عليها بقى البطاريات بكل أنواعهم، الباور سبلايز، الحاجات دي كلها بيبقى خارج دي سي خلاص. والبي في طبعا كمصدر هو مصدر دي سي. الكلام ده كله مش هينفع يغذي عندي حاجة في البيت تشتغل اي سي، لان البيت عندنا بنشتغل اي سي، سواء كل انواع الماشينز بقى، غسالة، تلاجة، تكييف، خلاط، اي مروحة، مكنسة، اي حاجة فيها مطور انت محتاج مصدر متردد متغير. فساعتها الدي سي اللي موجود في البطارية، على اعتبار ان انا اخدت الكهرباء من البي في وشحنت بيها البطارية، فمش هينفع تشغل لي اي معدة. واحد يقول له طب التلفزيون، الريسيفر، الكمبيوتر، اللابتوب، الحاجات دي بتاخد، لو انا بديها مصدر متردد بتاخده وبتحوله جوه المصدر ثابت. يعني لو في امكانية ان انا اديها مصدر ثابت عشان تشتغل، هتشتغل، لان هي جواها الكترونيك كومبوننت ممكن تشتغل بيه المصدر الثابت. لكن هنعتبر دلوقتي عشان ما نلخبطش الناس ان كل الحاجات اللي موجوده عندي في البيت محتاجه مصدر متردد. يعني انا محتاج اخد الباور اللي موجوده دلوقتي شحنتها في البطاريه واحولها من مصدر ثابت لمصدر متردد. عشان كده بنستخدم كومبوننت رابع اسمه الانفرتر او المحول. هو فايدته يحول الدي سي لل اي سي، يحول الدي سي كارنت للاي سي كارنت. خلاص، يبقى انا كده عندي كام كومبوننت؟ عندي فور كومبوننت: عندي لوح الطاقه الشمسيه، وعندي التشارج كنترولر، وعندي البطاريه، وعندي الانفرتر. وطبعا احنا بسرعه كده جريت لك عليهم. عارف انت ان لوح الطاقه الشمسيه هينزل ضوء يديك كهرباء، وبعد كده المنظم هياخد الكهرباء ينظم بيها شحن البطاريه. ليه بينظم شحن البطاريه؟ عشان البطاريه تديك لايف تايم اكبر. يعني ما ينفعش ان انت توصل البطاريه دايركت على لوح الطاقه الشمسيه، مش هتقدر. يعني البطاريه شحنت دلوقتي، مش محتاجه دلوقتي توصل عليها ايه مصدر جهد. فمنظم الشحن هنا بيبدا ينظم الموضوع ده. اول ما يلاقي ان البطاريه شحنت يفصل الخليه عن البطاريه، لان البطاريه خلاص مشحونه، مش هتفضل بقى انت ايه تشارج ديسشارج تشارج ديسشارج. هتلاقي ان انت اكنك بتستهلك الكفاءة بتاعت البطارية، مع الوقت هتبدأ تقل معاك جدا جدا جدا. خلاص، ده فايدة منظم الشحن. وبعد كده خلاص المحول هيحول من دي سي تو اي سي. هنيجي بقى دلوقتي نشوف هل المنظم ده هو خلاص نوع منظم كده وخلاص، خلصت اموره مفيش مشكلة فيه. هل المحول هو محول كده والدنيا بسيطة مفيش مشكلة فيه؟ لا، هنبدأ نتطرق دلوقتي. انا خلاص فهمت المنظومة بتاعتي عاملة ازاي، والمفروض ان الفيديو ده بنعمله انترو لمثال عملي للمنزل شغال اوف جريد. لو انا عندي في البيت ده مثلا تكييف، عندي لمبات، عندي ريسيفر، عندي تلفزيون، ازاي احسب الباور؟ وازاي احسب بعد ما عرفت الكهرباء اللي انا محتاجها، احدد بقى عدد الخلايا الشمسية، عدد المنظم الشحن، عدد البطاريات، نوع المحول، وايه الكباسيتي بتاعته اللي انا محتاجها. يبقى احنا الحديث في الفيديو ده هياخدنا الفيديو القادم ان احنا بقى نترجم. خلاص انا قلت لك ايه انواع الكومبوننت وايه الفرق ما بينهم وبيشتغلوا ازاي، وجاء الوقت ان احنا نشوف بالارقام بقى. انا عندي شقه، حد جايبني كمهندس في شقه وبيقول لك عاوزك تركب لي سيستم طاقه شمسيه، ايه اللي انا محتاج بقى اعمله عشان اترجم الكلام ده؟ انا عرفت خلاص الكومبوننت وبكام اسعارها واشتريها منين، ازاي احسب بقى اجيب كام حاجه من كل حاجه. خلاص،
فالفيديو ده هو انترو الفيديو اهم، والفيديو ده مهم برضو. خلاص تمام. وزي ما انتم شايفين هو السيستم برضو قدامنا، عندي خلايا شمسية، عندي تشارج كنترولر، عندي باتري بانك، وبعد كده عندي ستاند الون انفرتر. تم ستاند الون يعني هو منفصل عن الشبكة. بعد كده عندي اي سي سيركت اللي انا اغذي الاي سي كومبوننت، وممكن من البطاريات اغذي دايركت لو انا عندي لمبه مثلا بتشتغل من البطاريه دايركت زي العربيات. يعني العربيات كلها كل اللمبات اللي موجوده بتشتغل على مصدر ثابت، فبالتالي بتلاقي ان العربيه ما فيهاش مصدر متغير، بتلاقي اللمبات عادي بتنور كشافاتك وهكذا. يعني انا ممكن يكون عندي حاجه بتشتغل على المصدر الثابت اللي هو بتاع البطاريه، فممكن اشغل بيها دايركت. خلاص دي الكومبوننت بالنسبه لنا. تعال بقى نقف وقفه، انا دخلت على مثلا موقع سوق وجبت لك التشارج كنترولر باسعاره والانفرتر باسعاره، وفي الاخر جبت لك شركه في اسكندريه بتبيع الكومبوننت، نتفرج على اسعارها والفروقات اللي ما بينها. نبدا بالتشارج كنترولر. تشارج كنترولر هتلاقيه في السوق في نوعين منه. نوع، ركز معايا، نوع اسمه بي دبليو ام، تاني نوع اسمه بي دبليو ام، يعني تشارج كنترولر بس بيشتغل بالبي دبليو ام. يعني ايه بي دبليو ام؟ يعني انا عندي الخليه وعندي البطاريه، فالتشارج كنترولر ده عباره عن دايره الكترونيه بيشوف الدخل ايه والخارج ايه، وتبدا تظبط حاجه اسمها الديوتي سايكل جوه التشارج كنترولر. لو احنا بنتكلم الناس بتوع كهرباء، هو بيلت ان سي مثلا لو انا عندي لوح الطاقه الشمسيه ده 48 وعندي البطاريه 24، فانا عندي هنا جوه باك كونفرتر مثلا. باك كونفرتر ده بيشتغل بحاجه اسمها البي دبليو ام. بتكلم الناس بتوع الكهرباء هم فاهمين الكلام ده كويس جدا. فالبي دبليو ام ده انت بتبدا تظبطه وبيشتغل عند كونستانت ديوتي سايكل. طب ده معناه ايه؟ لو تاخدوا بالكم لما جينا اتكلمنا عن الطاقه الشمسيه، قلنا ان في حاجه اسمها الام بي بي تي اللي هي الماكسيمم باور بوينت تراكنج. طب ايه الماكسيمم باور بوينت تراكنج؟ ان الخليه الشمسيه انت ممكن بدل ما تستفيد بجزء بس من الطاقه اللي طالعه منها، لا انا بحاول اخد كل الطاقة اللي طالعة من الخلية اثناء سكوت الضوء عليها. وبالتالي هتلاقي ان اللي مسؤول عن ان هو ياخد كل الطاقة دي ويديها للبطارية هو التشارج كنترولر. فلو كان التشارج كنترولر ما بينفس او ما فيهوش الميزة بتاعت الام بي بي تي كده، انا ما باخدش كل الباور من الخلية، وهو ده النوع الاولاني من التشارج كنترولر اللي هو اسمه بي دبليو ام، اللي هو اسمه بي دبليو ام. هنا ممكن ما تكونش مكتوبه، يعني هنا التايب تشارج كنترولر زي ما انت شايف، والفولتج اللي بيشتغل عليه يا 12 يا 24، والامبير 10 امبير. الكلام ده هتفهم برده كارقام واحنا شغالين في الفيديو الجاي، انا هجيبه ارقام عامله ازاي. يعني عدد التيرمينال اللي موجوده عليه 6 تيرمينال، 2 للبي في زي ما انت شايف اول 2، واتنين للبطارية، واتنين لو كان عندك مصدر لمبة بتشتغل على الدي سي او اي حاجة بتبدأ ايه توصل. لو رحنا للشركة اللي قلتلكوا عليها ورحنا جبنا منظمات الشحن وبصينا برضو، هتلاقي، بص ركز معايا، هتلاقي ان في منظم شحن مكتوب التصنيف الفرعي هو بي دبليو ام. يبقى هو لازم ابقى عارف نوع التشارج كنترولر اللي جايبه ايه. هل بي دبليو ام؟ تعال اطلع للي فوقيه كده، هتلاقي التصنيف الفرعي ام بي بي تي. يبقى في تشارج كنترولر بياخد كل الطاقه من الخليه، وفي تشارج كنترولر هو بينظم بس عمليه الشحن، بياخد الكهرباء من الخليه ويوديها للبطاريه وانت بتظبط الديوتي سايكل. ممكن التظبيطه دي تكافئ الام بي بي تي، وممكن تبقى حاجه قريبه، لكن مش هو اوتوماتيك او كونتينيوس هيبدا يتراك الماكسيمم. يبقى هنا في فرق ما بين انت اللي بتظبط بايدك بتحاول انت تشوف ازاي تاخد اقصى كفاءه من الخليه، وخد بالك انت كل ما الضوء جه والضوء راح تفضل بقى تفضل واقف جنبه وتفضل تظبط في الديوتي سايكل، كلام برضو غير منطقي، يعني فاهم؟ مش لوجيك.
بس تبقى فاهم ان ده ثمنه رخيص زي ما انت شايف 450 جنيه، ولو رحنا على سوق 270 جنيه. طبعا هي الامبير هنا انت حسب الامبير، انت بتشتري بالامبير والفولت نسبة كبيرة. احنا مش هنبعد عن ال 12 وال 24 فولت، هي الكلام كله على الامبير، هو بيبدأ يشحن لحد كام امبير، لان كل ما الامبير على بتاع السيستم بتاعك طول ما انت عاوز تشارج كنترولر الامبير بتاعه عالي، فلابد من ان انت تبقى فاهم الجزئية دي كويس جدا جدا جدا. يبقى ده اول ايه، اول نوع من التشارج كنترولر. النوع التاني هتلاقيه هو مكتوب برضو هو تشارج كنترولر، بس هتلاقي ان هو بيدعم خاصية الام بي بي تي. ده نوع 30 امبير برضو 12 24 فولت، والمفروض ان هو لو انت جيت ركزت في الخصائص بتاعته لازم هتلاقي ان في موضوع الام بي بي تي. انت هنا ممكن ما تكونش مكتوبة بس تمنه باين، يعني انت بتتكلم دلوقتي من 500 او من نقوله 500 على اعتبار ان هو 30 امبير برضو التاني، من 500 ل 3000 جنيه، ست اضعاف، ست اضعاف. وبالتالي باين جدا اهمية ان انت يكون عندك حاجة بتطلع لك كل الكهرباء من الخلية اللي موجودة. لو رحنا للموقع اهو هتلاقي لو هو عندك اهو 450 تمنه، 450 ده 20 امبير، تمنه وصل 6000 في حالة ال 60 امبير. طبعا لو رحنا ممكن نجيبه حاجة 30 امبير اهو، تمنه وصل 1800. ال 30 امبير بيدعم الام بي تي. يبقى انا لازم ابقى فاهم وانا بشتري هل التشارج كنترولر بتاعي بقضي بيه غرضي، بعمل بيه سيستم وبلم الدنيا، ولا انا بعمل بيه حاجه افيشنت موجوده جايبك عميل يقول لك اعمل لي سيستم طاقه شمسيه. لا، انا لازم اعمل له حاجه صح، مش هعمل له حاجه تقضي الغرض. يبقى في فرق كبير ايه ما بين التشارج كنترولر العادي البي دبليو ام، وما بين التشارج كنترولر اللي فيه الجوريزم وفيه ميجرمنت جواه بيبدا سكند باي سكند بيحاول يطلع باقصى باور من الخليه. خلاص، يبقى دول النوعين بتوع التشارج كنترولر. نخش على المحول، نخش بعديها على المحول، لان هما دول التو الكترونيك كومبوننت اللي في السيستم. يعني انا عندي الخليه والبطاريه دول حاجات سوليد ما فيهمش الكترونكس، لكن عندي التشارج كنترولر وعندي الانفرتر دول يعتبر باور الكترونيك سيركتس، فهم دول الحاجات اللي فيهم هتلاقي فيه فروقات فيهم. الانفرتر اللي قدامي هو انفرتر الغرض منه هو تحويل المصدر الثابت للمتغير فقط لا غير، وطبعا انت بتشتريه حسب الجهد اللي انت محتاجه كان واوت، يعني هو داخل له كام وهيديك كام، وحسب الباور اللي يقدر يستحملها. يعني اللي قدامي ده 1500 واط، لو ان السيستم عندي اكبر من كده يبقى انا محتاج انفرتر اعلى من كده، مش هينفع ده استخدمه خالص. طبعا انا مش عاوز اقول لكم ان انتم مش هينفع تعتمدوا على سوق دوت كوم ان انت تشتري الكومبوننت في حاله ان انت بتبني سيستم فعلي، سيستم هتسلمه العميل، سيستم هتبدا تعتمد عليه في ارض الواقع. خلاص، يبقى انا لازم اروح اتعامل مع شركه، الشركه دي انا هشتري منها الكومبوننت بتاعتي عشان ابني السيستم بتاعي. خلاص، يبقى انا بالفيديو ده والفيديو اللي جاي ممكن فعليا اروح اشتري الكومبوننت وابني سيستم لعميل. هيبقى سهل جدا بالنسبه لك تعمل الموضوع ده بنفسك، لان انت مش مطالب ان انت تبني دايره الكترونيه، هو اوريدي بتشتري الكومبوننت جاهز، ولا مطالب ان انت تخترع حاجه، هو انت بتحسب حسبتك تروح تشتري الكومبوننت اللي تكفر الحسبه دي وتبدا تعمل عمليه الانستليشن، هو عمليه وايرنج فقط لا غير، توصيل اسلاك. خلاص تمام. هتلاقي ان في انفرتر تاني لا تمنه برضه ضعف اللي فات. ايه الفرق بقى؟ الانفرتر ده فيه ميزه ان هو بيعمل لك اتنين في واحد، يعني بيلت ان جواه تشارج كنترولر وفي نفس الوقت يحول لك الدي سي تو اي سي. ايه ده؟ ايوه زي ما بقول لك كده، الانفرتر ده فيه اتنين في واحد، يعني انت مش محتاج تشتري تشارج كنترولر، انت كل اللي انت هتشتريه الانفرتر ده وهو بيلت ان جواه تشارج كنترولر، وهتروح تشتري البطاريات والالواح الشمسيه فقط لا غير.
وهتلاقي ان من الخصائص بتاعته زي ما هم كاتبين تحت في ام بي بي تي سولار تشارج كنترولر 40 امبير، وفي اوتوماتيك فولتج ريجليتور بينظم الجهد جدا، وبيديك الاوتبوت بتاعه بيور ساين ويف. يا سلام، فانت بيور ساين ويف انفرتر، فانت بتوصل بس الخلايا والبطاريات عليه وشكرا، وتعامل بقى. هو بيتعامل يشحن البطاريات وياخد منها يغذي لك الايه، يغذي لك المصادر الثابته عندك. فطبعا ده يبقى احلى واجمل واوفر. وزي ما انت شايف هو رامي شويه على يو بي اس، انت بتدي له اكنك بتدي له اليو بي اس فعليا، فكره عمله بدي المصدر الثابت. اليو بي اس ده المفروض بياخد، لو هو موجود بياخد من الكهرباء يشحن البطاريات اللي جواه، تيجي الكهرباء تقطع ياخد بقى من جوه يطلع بره. ده فكرة عمل اليو بي اس. طيب يبقى انا كده بدأت افهم واحدة واحدة ان التشارج كنترولر في انواع، والانفرتر برضو في انواع. انا لما جيت دلوقتي ابحث لكم عن شركة طاقة شمسية، فطبعا انت لو هتبحث على مستوى الجمهورية هتتعب، فانا اهتميت باسكندرية ان انا عملت دليل شركات الطاقة الشمسية مبدئيا. يعني طلع لي مثلا 30 شركة، اول شركة من اسكندرية قابلتني هي شركة هليوبليس، دي بيقولوا امام السفارة السورية بالاسكندرية. قلت خلاص، رحت واخد اسم الشركة حطه على جوجل، طلع لي الموقع، دخلت عليه. فانت عشان توصل للوكيشنز بتاعت الناس اللي بتبيع طاقة شمسية مش هتغلى، ابحث عن الشركات والشركة، خد اسمها في جوجل هيطلع لك السايت، خش على السايت هتلاقي المتجر بتاعهم وهتلاقي دنيته. لو انت دخلت على المتجر، هنبدأ بالالواح الشمسية مثلا، تنزل تحت هو الراجل عامل اوفرز بباكج 15 لوح، 18 لوح، 93 لوح، 18. يهمني اللوح دلوقتي، انا اللي يهمني اعرف ان لوح الطاقة الشمسية كام قدرته، يعني بيديني باور كام وثمنه كام. فزي ما انت شايف هو بيقول لك هنا سعر المنتج 5.75 جنيه لكل وات، يعني القدره ال 200 وات لوح الطاقه الشمسيه عامل 1600 او 1650 بالزياده يعني، وبلد المنشا ايه؟ الصين. يبقى انا عرفت كده لوح الطاقه الشمسيه ال 280 وات ثمنه كام مبدئيا. ادي لوح الطاقه الشمسيه. بعد كده هتخش طبعا، هتروح على منظمات الشحن، هتشوف على عاوز العادي، فزي ما انتم شايفين ثمنه كام، 375 لو 10 امبير، وعندك 30 امبير ب 650، عندك 20 امبير ب 450. انا بوريك على موقع فعلي، ده اللي تشتري منه، يعني ده اللي انت هتروح تعمل معاه وانت بتنفذ حاجه في الواقع. لو انت عاوز التاني خلاص اللي هو بيدعم الام بي بي تي، هتشوف برضو التيار عندك قد كام، وان هو بيدعم الام بي بي تي، وتشوف ثمنه كام. لهو زي ما انت شايف، لو 30 امبير 1800، لو 40 امبير 2000، وهكذا. يبقى انا عرفت، وكل ما بيعلى الامبير زي ما انت شايف سعره بينط جامد. وطبعا نوعه ايه، الماتيريالز بتاعته عامله ازاي، لان شركات برضو مش شركه واحده. جبت المنظم، تخش بعد كده على ايه، على البطاريات. هنا بقى البطاريات غاليه جدا جدا. طبعا البطاريه زي ما انت شايف ال 100 امبير اور عامله داخله في 4000 جنيه، ال 100 امبير اور داخله في 4000 جنيه، 150 4500. فطبعا وليه البطاريه دي بالذات مش هينفع تروح تجيب على بطاريه عربيه، انسى. بطارية العربية مصممة على ان انت لحظة الاشعال او لحظة ان انت بتعمل انجكشن عشان الماتور يقوم بتفضيها، هي بتشحن الدينامو طبعا بيشحنها شحنة محترمة، وتيجي انت لحظة التشغيل البطارية مع مرتين ثلاثة بتفضى. هي ديزاين ده على كده، نوعها كده، كفاءتها كده، مش هينفع تستخدمها مع حاجة بتشحن مع الوقت. طاقة شمسية يعني انا في 5 ساعات قاعد اشحن فيها، والمفروض ان بقيت اليوم عاوزها تقعد تسبلاي معايا، مش مع اول جهازين اشغلهم تروح فاضيه. فبرضو عشان الناس تبقى فاهم ليه الفرق الرهيب في الاسعار، بطاريه العربيه 600 جنيه 800 جنيه، يعني
ارقام حلوة يعني سهلة، فاهم؟ طيب بعد كده طبعا هتروح على المحول العواكس او الانفرتر، وهتلاقي ان في العواكس او الانفرتر زي ما انت شايف حسب الكباسيتي، انت عندك الباور اللي انت هتغطيها كام كيلو وات، هتلاقي تمنه بحاجة 3 كيلو ب 5000، 4 كيلو مش عارف ب 6000، 11 كيلو ب 10000. يبقى انا بحسب الاحمال اللي عندي في البيت وبشوف الاحمال دي قدرتها كام، حسب القدرة دي خلاص بتشتري المحول بتاعك. يبقى المحول ده هو اخر حاجة انت المفروض بتحطها عشان تبدأ تغذي احمالك، خلاص بعد ما جبت الكهرباء وشحنت البطاريات وخزنتها عاوز تاخد بقى وتغذي احمالك بقى، الغسالة، التلاجة، التكييف، الكلام ده كله. فبتبدأ تشوف احمالك كام، وبناء على احمالك كام تشتري المحول. وده اللي احنا هنعمله، خدوا بالكم، في الفيديو القادم، ان انا بعد ما اعرف انا محتاج من كل حاجة كام حاجة، نرجع بقى اعدي معاكم على السايت ده واقول لكم يبقى احنا محتاجين الانفرتر ده، محتاجين التشارج كنترولر ده، محتاجين 4 بطاريات من دي، محتاجين 10 خلايا شمسية وخلاص عرفت سعرهم، وهكذا. جميل جميل. اخر حاجة طبعا انت محتاجها من الموضوع ده هو الحامل بتاع الطاقة الشمسية. طبعا المفروض ان الطاقة الشمسية بيبقى ليها زاوية معينة عشان تبقى مواجهة للشمس وللضوء، والزاوية دي بتبقى محددة معروفة، يعني بقولها لكم برضو في الفيديو القادم. وبتبدأ ترص ألواح الطاقة الشمسية وتبدأ توصل فيهم وتعمل سيستم البطاريات والمحول تحت منهم وتظبط دنيتك، وتاخد الكابل بقى وتحط سيركت بريكر والبريكرز اللي انت عاملها للشقة، ايه اللي هيفصل وايه اللي هيشتغل والكلام ده كله. فيبقى انا كده برضو الحامل مهم بالنسبة لي، الحامل اللي هيبدأ يحط لي الطاقة الشمسية هو الديزاين ده، انت بتجيبه بتحطه بترص عليه الخلايا بتاعتك فوق بعض وكل حاجة بتبقى متظبطة مترستقة، مش هيبقى عندك مشكلة اطلاقا. خلاص، يبقى زي ما احنا شايفين احنا الفيديو ده احنا بندي انترو لحسابيا بقى، انا عاوز اعمل سيستم طاقة شمسية، ايه الحاجات اللي انا لازم اراعيها، وايه الحاجات اللي انا اخدها في اعتباري، وايه الحاجات ان انا لازم ابقى عارفها وانا بشتري حاجات بتاعت الطاقة الشمسية، اجيبها منين زي ما قلت لك في الفيديو. الكلام ده كله مهم جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ووصلكم وصل لكم معلومة، وانتظروني طبعا في الفيديو القادم لان ده اهم من الفيديو ده، وان شاء الله يعجبكم ده. خلاص، ما تنسونيش من دعواتكم. حسن الخاتمة، اتمنى ان انتوا ما تكونوش زهقتوا من اللي انا قعدت اتكلم فيه، واي حد عنده سؤال او استفسار يتواصل معايا على الفيسبوك. اشوفكم على خير في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.